البيدات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد. ما نقولش لكم سمحوا لي على الغبره حيت ما بقيتش كنغبر عليكم، دابا راه كنلوح لكم نهار نهار لا كنحاولوا اننا ما نتعطلوش عليكم، ما كنعرفش نلوحوا حتى شاك جو، ولكن راه ما تنقدروش، صعيب الحال وراكم عارفين. سلام لاباس بخير الله يحفظك. غادي من هنا ولا تهلاي؟ السلام. اليوم جيناكم فيديو جديد، واحد الحاجه اللي شحال حنا باغيين نديروها رحمك الله. نقول لكم هذه كيما كلشي شحال دابا قلت لكم، هذه وقيلا في اول عام كنا مشينا سافرنا فيه تركيا، كنا صوبنا واحد حاجه بالشمع ديال يدينا بحال هكا باش تفهموا الكونسيبت. بلاصه علاش بلاصه تجي على خاطرك بحال هكا. هذه لافاج من حنا خديناهم. والله حتى تجيب قول لنا بعدا كنشرح لهم الكونسيبت. هذه هي اللعيبه، ديك اللعيبه كتعجبها انا ديك اللعيبه وبالشمع كي بغيتيها بالشمع تبقى صحيحه. دابا المغرب في ساشيه عطيتها لها في ساشيه، قلت لها شوف هاد اللعيبه ديال عجباتني، صوبنا يدينا بحال هكا بالشمع، قلت لها اللعيبه ديال عجباتني ردي معايا البال. ودابا تصوروا معايا غادا كتمشى، غادا كتمشى ماكش شويه كتمشى كيدير لها بحال هكا. لا ماكش كندير، ضربت عاكو ضرر مع زوج مزال. انا نعاود لكم بالضبط واش شتنا اليدين والو في رمجاتهم بقى ما يفهم ما يميز جمع جايين. انا دابا جاري لي فاليز داكشي متقلين وهي ساشيه بحال هكا وغير بالشمع، يدينا غير بالشمع. داس من حدايا واحد خيتي جار فاليز، جرات بجد ضربني في داك الفاليز وحسيت ضربتني في ديك الساشيه وحسيت بها تنبشات. من قلبنا خلاص بلاتي واخا نهضر بدويتي واخا نهضر نقول داكشي ديالي فيرسون ديالي. منين جيت قلبتها قلبنا سوغ بلاص لقينا بصح تقاست، المهم تفرست منها واحد شويه صافي رجعتها في داك الساشي. تما غدا انا ساهيه، ماشي انا غدا ساهيه حدايا بودره ما عقلتش ما عقلتش شناهي تخبطات معاها. ديالها شنو هي دابا حق علي تنقزات وضربت في بودره، ماشي ياسمين ضربتها مع بودره بقات فيك. يا رجال يا قراب. المهم دونك كنت ذاك النهار كنتصرف في انستغرام ويطلع لي واحد لاباج سميتها مارتوش، وصراحه صيفط لهم ميساج قلت لهم باللي صيفط لهم ميساج بغيت باش نكوموندي من عندهم، جاوبوني كيقول كيسولو كيعطوك لي بري كيقول لك واش بغيتي ديال كوبل ولا ديال فامي، يعني تقدروا تكونوا نتوما الا كنتو اكثر من جوج ديال الناس وبغيتو ديروها مع بعضياتكم، كاينه ستايل اب ديال اكثر من جوج الناس. انا كنتمنى غير كوب لا تقول لا لا هذا باش المهم ما قلت امتى خديتها وقال في الاول دابا نضل نصلاتي تاريخ تاريخ السبيطار. الله يجزيك لكم بحال هكا تاريخ السبيطار كنقول لكم معاها عود وهادشي واقيلا كيفاش ديروا اللعيبات و دو ساشي بدا فيها ايتاب 1 ايتاب 1. المهم نتوما راكم غتكونوا معانا باش تشوفوا داكشي كيفاش داير. بدا فيها ايتاب 1 وهادي ايتاب 2 تقيله في ايتاب 2 ايتاب 3 يسمى غدا معاو شي بودرة عاوتاني. لا لا هادي غتكون فلاط يعني غنتحطها ما غتتحركش. دونك ابارامون ملي سولتهم قلت لهم قولوا لي زعما كيفاش كيفاش كيدار داكشي، قالوا لي بلي غتشدي هاد السطيلة جوج طلق الماء جوج طلق الماء شديت كوكا خاوية عمرتها دابا هاديك اترو اترو غنخلطو بها غنعاودو نعملو اترو اخر. غنكبو هدا غنزيد عليه جوج اترو ديال الماء. مخوك فين؟ لا غادي نبركو هدا غنزيد عليه جوج اترو ديال الماء خصنا نبقاو نحركو. قالك الاول كتبقى تحرك بشوية معناتها خصك تحرك بالزربة وتسنى تسنى حتى كيبان لك بدا كيتجمع بدا كيعقد كتحرك فيه ببوطه ما يزينا ببوطه كنخشيو يدينا نديرو لا فورم اللي بغينا في يدينا. لا هو ما عندكش حق انك تخسر. كيفاش ما عنديش حق انا خسرت هذا باش تقلز ليا وصافي. شوف ما نقدرش ندير شي لا فورم اللي بغينا ونسلم عليك من يدخل معاك ديك الإدارة. واش باغي تقدم تفقمت ولا فقمت؟ لا شي حاجة مزيانة مسيري واش نسد بحال هكا ولا شي حاجة هكاك هكا فين كيف الخاتم؟ نديرو بحال هكا بشوية بشوية كدور تلف مثلا هكا لا لا واش قريب هادشي باش ما باش نخرج تنقادش باغي تلف شحيبة زوينة شناهي شي حاجة مثلا راه ما خاصش يكون صباعك طالع بحال هكا سينو ما كيوصلهمش للبلاطخ فهمتي؟ ويكون البلاطر كت كتكبو وكيلا كان صباك طالع كي غيدير البلاطر يطلع
ما يوصلش تما، يعني داكشي اش خاص يكون شي حاجه عليه هكا ولا هكا الرق باش كتجي. ادخل دابا الانستغرام ديالهم شوف داك اللعيبات ديالهم. وكاك هكا بلاتي هكا بلا هكا حتى شنو هي شنو انا غنوريك انا من الصباح حتى نقلبوا فين بركو باش نبان لكم مزيان. الطبله هذه كتفكرني بلي تشالنج شحال هذه هذه راه حيت اللعيبه باش ما تبانش لكم ركوكه. ما دار معايا والو يعني ماشي كوكاي. شي سلايم كلشي اثر عليك. شوف باش ما يعرفوش باني راه كوكا وصافي. لا سي لا شتي هذا بعد حليتها بعدا؟ لا والله ما هذاك شي خوذ راه يبين اول حاجه هي هاد لابودر هادي. عطيك الحس راسي غندير مصيبه اليوم زاهيه كاين مشكل جربي تضربك عيلك عيش. انا ما عقلتش قال لي بقيت كبي بشويه لا باش شي بعد ميك ايه نبقى نكب بشويه. دابا هادي شحال فيها شحال مقرم ماشي صاشيه كامل خاصها تكب. وي ولكن شحال كان غرام هو قال كل لا قال لي صاشيه كبي ديري معاها جوج ايطر صاشيه على هذه فيها خمسة هذه فيها مسكين هذه تما هو ما عندها حساب سير عاود شنو كاتبين نبقاو نكبو الما هو الاول اجوتي دو ليتر دو دون ان سو بور شاك 500 غرام ما كاتبينش شكون الاول. اذا هذا عاد نبقاو نكبو هذا ونخلطو لا ما كتبيش الماء ولا الماء واش زين خصنا نديرو الماء هذا ولا الحاجة هذا كيتكبد الحاجة حطها ويتكبد من الداخل والله ما نكذب عليه خصو يتهدى ولا شو هو هنا ويتكبد شي دابا خاف نكرو كيخبط خاف الماء خاف نكب ويخسر ليا سيري سيري فين عمرك شي دابا الماء قبل سير سير اش كنخلط انت دابا متحمس تخلط واش دابا بالي تيران شنو عندك؟ ما يتاكل كلب خلط مزيان خلط مزيان بوجي خلط مزيان ريحة شري غوش زيزيم ويش هكا بينا اللي دينا تروفيسي هذا ماشي كوكا هذا دينا تروفيسي تكبي راه قالك دو مينيت تكبي كلشي قال لي بشويه بشويه باش داكشي ما يتكبدش بحال بسيط خاصك تكون عندك لافورس كون تريني كون ترينيش انا سير ولا سفيان سير البكاوي دير شي كاريته تعي اسمي لا خسران بحال انا اصلا بصافي حيد ديك النيكه باقي تفرتيت غنوري لي واش شنو انت باقي في الطراف هكا واخا تابع لي باش ما يتكبلش بعدا فهمت انا اش من حدك تطرش اجي لي معلقه احسن حتى ما كتحرك والو اجيك فاشات لا واجبي ليا هادي مزيان اصلا الكلمات دادا انا نشوف فيها يدينا شنو يد حسين يكون يتولي هادي باش كتنقي في الاخر دابا بدا دابا الامر ما فيه هو انا تجي عندي خاتم
يعني بغيت نديرها باش يتراسى الخاتم هكاك. واش غيخسر ليا؟ واش غدا غنقول لك الدنيا انا مدير ناقص اي نقي زعما بدا كيتقاد ما كاينش صافي وقال لي ديمين فات خلي قال لي خلي حط الموسيقى تحت فيه 30 واحد انت كل جوج جوج ثلاثة خمسة 11 17 20 18 19 انا هي بغيت نلعب شوية دير بحال سلايم ولا خاطر واحد جوج ثلاثة ويلي صح جناد كرماس كيولي بحال شي بحال المول فهمتي كيفاش حصل؟ صايب 11 دقيقة وربع ساعة تيقصر كي داير ماما؟ عاد واحد الصباح حسيت ميتة هذاك الداخل ديالي ولا ديالك؟ ديالك لا لا هذا هذا هذاك هذاك لتحت هذاك صافي كيفاش عندي الفوق؟ هو ما تحركش هو هذا هذاك الصباح دابا حركتي باش توريني درت لك خطيرة جيت ومشيتك واحد حمزة لاباس عليك؟ طيب لاباس الحمد لله كيف انتم؟ الله يلا بخير كيف الدرع يطلع مع ابل فيديو وين اش حس على ثلاثة الصباح كون يعني اللي كاين الناس يجاوبنا ماشي مشكل ويس يا حمزة انت ما بقيتش شادك في يدك بحال كامل غاب البنات والولاد هذا هو الوقت فين ترجعوا تشدوا في بعضياتكم سبحان الله كاع قناتك يحكوك هنا 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 بعدين كيفاش تاخذ كيس وبقى تحك اسفيان شنو تحركتي انا ما كنتحركش عاد ملي كتكون ما قادش هادي تحركتي دابا عاد انت راك تورى كتهبط لتحت ايوا صح ما غاديش تخسر ما غاديش تخسر انت ما غاديش تخسر ماشي مشكل عرفتو فين انا قلت كنمشي نغسل يدي ونرجع بقيت خلطي بقيت نخلطو جيتي خليتك واقفه هاديك واقفة خصني يدينا قناة كرم لا زيد شوية زيد هنا نرجع زيد بزاف انت علاش درتني حكا بواحد البط اريد نشرب سالي الخيط خصني نكون لابسة لبسة فهمتي انت زكا صوت كيدير شنو هاد الصوت هذا هذا الايد بالجبال كيقول لك تقدر انك تشدو بحال هكا انت كتخرج ماشي سير انت تاع كان نديرو فازلين يلا قبل ما دير كان دير شي زيت الا كان انت ما قلتهاش لينا الا قريتها ما في لي زوديو ما قال لي الهضر اي خرجتي ميري فردكتي والله انت عرفت كي تكوني فردكتي تبدا تبقى كان يدير هكا ايه فردكتي شنو دير ديري ناري ناري حيد صبعك من هنا حيد صبعك كتورك على هادي ازمه هادي زقا ما تدفعهاش بشويه ناري طيرتي الطرف صافي صرا مسبوعه ما والو الاسبوع كان قايس البنات خرج لينا عليه شوف صبعو فين كان مشي مشكل هو ما نديرو في الله نخلطو دابا البلاط ونشوف خصنا خلينا نخلط صافي خلطه من هنا وانت فكرت هي ما تقراي والله كتكون بعلمة كيولي طيب حنا فاش كنا تنقراو المهم بوغ الناس جداد لي معارفينش اش قريت قرات بالنايل
قريت بروتيزيس دونتير وفاش كنا كنصوبو في الاول كنا كنصوبو الفم على شكل بحال هكا بهذا الشي برودوي بحال هكا ما لقيتش على سميتو من بعد كنديرو البلاط مزيان باقي هكا كاع داك لي بولدر سير سير تاودا غير كيلعب هكا سير سير أو النتيجة شكرا أنا الله مدوزة كأنت الفجر أنا كاويت عيد مهم أضربي بشوي ما طيحهاش بشوي نزلها بشوي أجي فوق الطبرة شكرا لك سنحية أي كتهبطي بشوي بيق مدمة هزقة قطع قطع كيش قطع قطع كاك سيارة سيارة حط روحه حط سلايم هي صدقين واو كان في ناس تعرف هي فرحت من صدقات خرجت يدك مبرقلة شو شو صباحو كيجاو مضغطين تصدقات بعدا تنقى بهذا عندك خاتمي هذاك ما نطوي خاتم غير كره خصك نطوي هادشي كيفاش نطوي هادشي ديك هذيك دابا نحاتها شويه شوف فين تطيح ليا الزبيب المهم دابا غير اون بريف نجي لازم نادي نقيوها وما أظنها سمعي إذا طير حتى خات من أخذ لها هنا بخميرة اكسبرينس جات مزيان باقي سخونة باقي ما شدش فراسو مزيان بلاطخ حتى واحد لا يصدق مهرس جات خطيرة خبارك يلا نعسو حيت هذا يلا اد الفجر تخيل معايا عمرني بقيت فايقه هذا الوقيته بنوي صباح الخير كبيدات صافا لاباس عليكم عرفتو انا البنات درت لاخر جنب والله ما عارفه كيفاش نتعامل معها كنحس بحال شي حاجه في شي شكل صبرت كنشوف شعري كنقول يا راسي جرب دورت غير بحال هكا وانا نقول خليها تشوكي ما عارفاش كيفاش نتعامل معها المهم نشوف كتفرق حيت مول في الفرقة خليها صباح خير صباح النور قلت لك قبيله صباح خير نعم قلت لك صباح النور لاباس لاباس كلشي مزيان البنات اللي كيقولوا لي كاينين جوج الانواع كاين اللي كيقول لي ياسمين قولي لينا باش اش من لون صابغه شعرك البنات ما صابغاش راه باين ما مصبوغش من الجذر كيجوني بزاف لي كومونتير ياسمين اش من لون صابغه شعركم ما صابغاش عمرني ما صبغتو والصراحه ما تنفكرش انني نصبغو واخا تيخرجوا لي بعد مرات شي شيبات اي اي وحده هنايا مهرسه ضروري و النوع الثاني اللي كيقول لي كيسحب لي عاوتاني مش انا صابغه شعري كيقول لي ياسمين بدلي عاودي صبغي لون شعرك بشي لون اخر دونك البنات اعيد واكرر انا ما صابغه شعري وما تنفكرش انني صبغ شعري حيت اللون ديال شعري كيعجبني وما عزيزش عليا الصباغه يعني نقدر نقول لكم في حاله وحده اللي كنت نقدر نصبغ شعري كون كانوا شويه حروفي غامقين كنت ما غنترددش وغندير نوار حيت انا كنحماق على الشعر نوار كيستني الشعر نوار والحروف كحلين تعجبوني ويمكن حيت ديما اللي كيكون ما عندوش شي حاجه كيكون باغيها اللي شعرو مسرح باغي بوكلي اللي شعرو بوكلي باغي مسرح اللي شعرو كحل باغي شاب اللي شعرو شاب باغي كحل وهي هذا لك سيسفيان
شي حاجه. نهار صبغتي شعرك واحد البنت وحسنتي الحياه، واحد البنت قالت لي صبغتي الحياه ديالي. اجي ما دابا كتغوفل بلاتي باش نقلد لكم نتوما. راه هو اصلا عنده شعره برتقالي. عنده هكا ديك برتقالي شهب فوالا، ملي كطوال كثر كيولي هاد لورانج بحال هكا وديك الشوبيه، وملي كيحسن كثر كيعاود يبان. ماك سفيان راه غير حيتاش عنده الشفار داكشي كيفاش كيبان حروفك حليم. يلا زيد ورينا شور الاختراع ديالنا. مازال ما قلناش مزيان تسنى القهوة نشوف هذا كيجي. حيت البارح كنت فريمون كاو ميكس كنصور لكم في الليل وديك الشيء ياخذ لك الوقت. المهم شوف نوري لهم الريزلت تنجيو في الفيديو الجاي اللي كنا نقيناه غادي نوريوها لكم. كندير لك بيديكير مينيكير داكشي شي هاد الكاع بزاف نقدروا نقادو ديك جيت الفاتمه وكل خاطينا شويه ديال الوقت نقادو. دابا داكشي قلت لك انصور لهم الريزلت فينال نعطيك وقتك الكامل صباك مبشقل. ايوا رتيها ماشي مشكل ماشي طيح ماشي مشكل ماشي مشكل كون طيحتها كون بجينا تمام كيف رستها. انا حطيت واحد الصور فوالا نقيوها ونصبغوها في هاد الكون اصلا زوين كنت تاكل دفارك اصاحبي.